السلام عليكم، عفاكم انا كان نجد هذاك شي يقولوا لي تبون، لانه بغيت الفيزا ضروريه، خاصني فيزا ضروريه باش ندخل الجزائر. خويا انا راه عندي شي خدامي ايرجون خاصني ندخل، ها حي راني لا ما دخلتش، ها حي راه نتلاقى معاك فرنسا راه ما نخليش فيك. واسمح لي انا المهرجانات ديالي وداكشي ديالي راه حي، راه ما تحرمش لي الله يرحم باك رزقي. ايوا منين بنت قدا دابا انا دابا، ها منين بنت قدا دابا انايا الحوايج ديالي، ها الا بغيت نتصور في المناظر الجميله وبغيت ندير بزاف د الحوايج، ها اش ندير انايا، نمشي لفرنسا، نمشي لامريكان، نمشي لانجليز؟ اي ولا هادو ماشي من المستوى ديال الجزائر، اي ولا تحماقوا علينا هنايا تبون. جيجي اوه انت واش الجزائر دات عندنا الفيزا؟ ناي وعندي العدس تما، خصني نمشي نشوفو، خصني نمشي ندير ليه الدواء، العدس زاه العدس تما. ناي سمعي شي تونسي يدوز يطل لي على العدس ديالي اللي كاين في الجزائر. لو عندنا الفيزا مصيبة كحلان. I'll have to ask my accountant about that. حتى نضرني خاطري بزاف وقف في الحال البارح، ما نعستش من سمعت ان الجزائر حيت داروا لنا الفيزا. كنا بغينا نصاحبي نمشيو نصيفطوا وليداتنا يقراو تما ويجيبوا شي علم ما كاينش ويطورونا. شو دابا المشكل دابا سير عاوتاني جمع الاوراق وتصاور وعقد زديات كود بونكير ودفع وتسنى واش يعطوك ولا ما يعطوكش. لونونا فين ندوزو دابا الصيف؟ فين ندوزو الصيف؟ فين؟ يا اسف. محزين ومهموم وغضبان ومقلق وشي حاجه ما هياش وقعه. دابا ما عرفتش كيفاش غندير، التعامل ديالي في الحياه نقص، كيفاش غنقدر نحل هذه الازمه اللي غادي نعيشها من بعد هذا القرار اللي اتخذته السلطات الجزائريه في اغلاق ماشي الحدود فقط بل فرضات الفيزا. والمشكل انه الفيزا صعيبه جدا، صعيبه من هي اصعب فيزا اللي ممكن الواحد ياخذها. خاصك تاخذ لها رانديفو ويمكن ما تلقاش رانديفو، وخاصك تخلص مبالغ طائله باش يمكن لك فقط تشد رانديفو ومن بعد عاد تاخذ الفيزا. ولكن هذا ماشي مشكل، ماشي هذا هو الاشكال. الاشكال الكبير هو الاعمال ديالي اللي خليتها كلها في الجزائر. واه كتعرفوا شنو خليت؟ افلام الامريكان. اصدقائي انني في ورطه عن قيد مني، هذا هو العنوان ديال الفيديو هادي اللي تنديرها، هو انني في بالغ الاسى والحزن ملي سمعنا واحد النزيله، واحد الخبر اللي ضربنا كي الصاعقه حنايا كمغاربه. ما تنبغيش نبكي حيت انا امراه قويه، وهادشي هذا غادي نتجاوزو ان شاء الله، غادي نتجاوزو. عليك تسهل عليا سيدي ربي، وبغيت حتى انا ندير واحد المشروع ديال زيت ارقان. زيت ارقان اللي كتعرفو كامل المنافع ديالها، عده، منافع صحيه ومنافع بشريه، ترطب لينا البشره تردها، لا نعاود تحارب لينا علامات الشيخوخه، تطبطب لينا حتى الشعر ديالنا وتطردو لانع وجميل جدا. هاد الزيت خوتي خواتاتي خلاص نقدرو نتكبر عليها، لانني كنت غادا نجيبها من الشجره اللي كتواجد في الجزائر. كنت غادا نجيب لكم زيت ارقان وندير بها مشروع حتى انا نتقدم للدار. ما تبقاوش تشوفوني في بعض الحالة كارثية كما شفتوني، وبقى فيا الحال. لا ما تلفت واحد، والله يتا تلفت، والله ما عرفت فين نمشي. انا تندور بحال الحمق، هذاك المشاريع اللي كانوا عندي مع الجزائر
مشاو ليا. علاش؟ حيت دابا فرضوا علينا الفيزا. اذا كاع داكشي اللي كنت تنتوقعو كنت باغي نديرو فرضوا علينا الفيزا، ضعنا وحق الله الا ضعنا الشباب. صافي حنا ضعنا على دولة. والله الا ضحكوا بالله اخوان. اكيد انكم احسنتم بحالي، فهمتوا كيفاش الحكومه الجزائريه فرضت الفيزا علينا. دابا السؤال اللي عندي هو فين حنا غنقدروا نبقاو نفوجوا؟ فين غنستجمو؟ فين غنديروا الشوبينغ؟ زعما صراحه شي كيخطر في القلب. الحمد لله صافي. انا لله ودا احمد. دابا انا نقول لكم تحليل سياسي ديالي وغادي تعرفوني كاين دماغ. دابا هما فرضوا علينا الفيزا، علاش؟ بغاونا حنا نفرضوا لهم الفيزا ولا انا راه ما عرفتش فهمتوني ولا حنا راه ذكيين بزاف؟ لا لا حنا هاديك من اي بغيتي تأدي انا انا ما تأديكش حنا راه واش فهمتوني بهادي ولا تم؟ السؤال الاول علاش بغيتي تزور الجزائر؟ صراحه كنت لعب خطر مع شي وحدين وخسرت وباش عاقبوني حكموا عليا باش نمشي للجزائر الاولى. الوغ السؤال الثاني قال لك شنو سميت السكون ديال الجزائر؟ ما نقدرش نعطي السميه ديال كل واحد فيهم بزاف، راه خصنا على الاقل واحد عامين. السؤال الثالث واش تقدر تستحمل المعيشه في الجزائر؟ الصراحه لا. والسؤال الرابع قال لك شنو سميت الرئيس ديالنا؟ لا لا ما نقدرش نقول السميه ديالو الصراحه، مزيان ملي درتو لنا الفيزا. هذا ستوري ماشي بحال كاع ستوريات، هذا ستوري شويه انا فيه طالع لي الدم شويه مقلقه، ما غاديش نجي لكم بالجود فايبس اللي موالفه كنجي لكم به، خبر خايب اللي بغيت نشاركه معكم وسمحوا لي بزاف بزاف لاني موالفه كنشارك معكم غير حاجه زوينه، خبر اللي نزل عليا حتى انا كصاعقه ولكن كيخصني نقولو ما عندي ما ندير. الحكومه الجزائريه فرضات الفيزا على المغاربه اللي بغاو يمشيو للجزائر. دابا حنا فين غنمشيو؟ فين غنوليو حنا نمشيو نفوجو؟ فين غنوليو غنشوفو الناس؟ فين غنوليو نتسوقو في لي مول الكبار؟ فين غنوليو نمشيو لي بلاج بريفي؟ فين غنوليو ناكلو البنان؟ فين غنشوفو بونو؟ فين الزليج المغربي؟ فين غنوليو نشوفو قوالب السكر؟ فين تكاشت؟ فين القفاطن؟ فين غنشوفو حنا هادشي فين؟ فهمو هادشي، هادشي كيضرب في القلب والله. والله سيدي دي تكلم كلام زي الفل. صباح وانا كندور دماغي طار. سدوا لي الحدود وداروا الفيزا، كاع فلوسي درت لهم بها الشجر ديال البنان، سقفنا على الشجر لا بنان، انتوما ردوا لي البنان ديالي. لا رحم الوالدين، راتم شفتوا دابا القرار من بعد ما الحكومه الجزائريه فرضت علينا الفيزا. انا ما خليت حتى سمسار من اللي كيحاولوا يشدوا لي رونديفو ديال الفيزا وداكشي. ماما مشيت عنده راه قلت لهم نعطيكم فلوس 1000 درهم 2000 3000 16000 درهم اللي بغيتوا شدوا لي رونديفو. والو كاين الضغط. فهذا نداء للمغاربه الله يرحم والدين، الا كان شي واحد باغي يمشي على السياحه يبيع لي الرونديفو ديالو نمشي انا باش ناخذ الفيزا ديالي، حتى انا غادا على ودي الخدمه التجاره. المشاريع ديالي وقفات، راه كنت باغا نمشي لولايه خنشله، كنت باغا نمشي لشي زيوا الزو، دابا انا منين غنجيب مواعيد الخام؟ المشاريع كلها غتوقف، الاقتصاد غيدمر، الخوت حنوا منا، اللي غادي السياحه يبيع لي الرونديفو ديالو راه ما كاينش رونديفو الفيزا، راه كاين الضغط بزاف من عند المغاربه. ارجى في الله تسلط علينا هذا القضاء، ارجى في الله.